بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وعن آل بيته الطيبين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك يا ربي وكرمك ورحمتك، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين، إنك أنت الفتاح العليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة الأكارم، أيتها الأخوات الطيبات، واللقاء معكم يتجدد من خلال برنامج رؤياك. استقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة، ثم نقوم بتفسير رؤاكم وتعبيرها، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه، ومنه وحده نستمد العون والتوفيق سبحانه وتعالى. ونسأل الله لنا ولكم أن يجعل ما ترونه خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه. نأخذ فاصل، نعم نأخذ فاصل ثم نعود إليكم، فانتظرونا حياكم. حياكم الله من جديد أحبتي الأكارم. نبدأ باستقبال الاتصالات، ومعنا الأخت المتصلة فاطمة. ألو، مرحبا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخت فاطمة، حياكم الله. تفضل. بس شيخ، عندي حلم. نعم. مو إلي. العمتي. طيب. نعم. أي هي أول شيء استخارت قبل ما يعني تنام، يعني تشوف هذا الحلم، بأنه أكو اثنين عمتها، أخت يعني هاي أم زوجها، بأن هي اتهمتها بالسحر وبالشعوذة وهيك أشياء. طيب. نعم. أنا رحت على شوافة وقالت لي بأن أنتي تسوين سحر لابني، ما أدري من هذا الكلام. فهي استخارت عالمين عليهم بأن شو تسوي لهم، فنامت تقول لأن رأيت هذا الحلم. نعم. طيب، الرؤية شنو شافت بها؟ أي، فتقول أنا طبيت لأن بيت هيكل وما بي أي أحد، يعني هيك بس هياكل عظمية. نعم. ولهذا الهيكل اثنين من عندهم انقلبوا وبشر. نعم. وقلت فدا اطلع من الهيكل، من البيت الهيكل، عشان الجي مقبره. نعم. تقول فهذول الاثنين الاشخاص قالوا احنا جايين نريد ننتقم من عندك وما ادري شو من هذا الكلام. تقول فاني ظليت ابكي واخذت جهالي واريد انهزم وهم يركضون وراي. نعم. اي، تقول وراها عاد قالوا احنا ما راح نسوي لك شيء، بس عوفينا بحالنا، وكانت تعوفهم وتمشي عشان تقعد من الحلم. تقول شنو معناه أنا يعني استخيرت وروش بتيجي رؤية. سبحان الله، خير إن شاء الله. زين، هو الشخص اللي اتهمها بالسحر بالأصل بالواقع، هو يعني هي تتعاطى السحر هذه المرأة اللي اتهمتها؟ هي عمتها أم زوجها. إيه؟ اللي يعني اتهمتها رايحة على وحدة يعني شلون. لا فهمت شوافة. فهمت، عفوا أخت فاطمة، أقصد هي عمتها نفسها بالواقع تعمل بالسحر ولا ما تعمل، ولا ما متأكدين؟ لا ما تعمل. طيب، خير إن شاء الله. أبشر، تسمعين الجواب إن شاء الله. حياك الله. يا مرحبا. نعم، معنا اتصال أخت حليمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أخت حليمة، حياكم الله. تفضلي. نعم تفضلي. واحد عندي. الصوت مو واضح يا أخت حليمة كلش والله. نعم، قطع الاتصال أخت حليمة. نعم نعم. طيب، نعم، إذا أكو اتصال جديد خليه يتفضل. نعم، حيا الله. نعم، ألو، قطع الاتصال. طيب، حتى يأتينا اتصال جديد، بانتظار اتصال جديد.
كالمعتاد في أوقات الفراغ إن تحصلت في معنا الأخت حليمة. تفضل يا أخت حليمة. نعم تفضل يا أخت حليمة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حياك الله. تفضلي. عندي حلمين، واحد عني واحد عن بنتي. طيب نعم. شيخ أنا حلمت بنتي. نعم. قصت شعرها صفحة وصفحة. نعم. قصت شعرها صفحة وصفحة وبقت صفحة ورغت تقص الصفحة الثانية، بس قصت صفحة واحدة من عنده وهو مدلل. وبقت شنو تضحك بالرؤية؟ اي بقت تضحك هي ورغت تقص الصفحة الثانية من شعرها. زين بنتك عفوا طالبة موظفة ربة بيت؟ طالبة. متزوجة؟ اكو مشروع زواج شيء؟ لا بعد صغيرة. ربي يحفظها ان شاء الله ويفتح عليها. ابشر. الرؤية الثانية؟ الرؤية الثانية يا شيخ عني. نعم. انا كنت شيخ مريضة. نعم. يعني تعبانة حيل، فحلمت اني بغابة حلوة وعلى بحيرة واني ما بين الغابة والبحيرة. نعم. وينزل هيك يعني شلون الشهب هذا من السماء. نعم. وأضاوع أني نايمة على سرير، أضاوع أشوفه بالبحيرة، أبعد قعود وأضاوع علي ينزل يصير إنسان، من يوصل قدامي يصير إنسان، بس هو حيل طويل من أشوفه يعني حيل طويل نهايته ما تبين حيل، لابس كله أبيض ووجهه حلو، من يوصل للقاع يصير إنسان، وشوية ويختفي، من يصير بالسماء يصير هيك لون شهب. نعم. لمدة ثلاث مرات ينزل ويرد يصعد، ومن ينزل يظل واقف فوقه ويضحك، شايل بيده عوده، العوده مالته حلوه. هو كلش حلو يعني وجهه ابيض ولحيته وملابسه بيض. زين عفوا. ثلاث مرات ينزل ويرد يصعد ويرد ينزل ويرد يصعد وبعدين راح، ولأنه ظليت انا باوع البحيره حلوه والغابه حلوه ورا البحيره جبال حلوه. زين اخت حليمة عفوا، بالنسبة للمرض هل كان مرض عضوي نفسي لو مرض يعني روحاني، يعني قضايا مثلا عين او لا قدر الله سحر او شيء؟ عضوي. نعم عضوي. اي نعم. شافيتي من يمن ان شاء الله؟ الحمد لله. اي شافيت من عنده، بس يعني كنت كلش تعبانه واصله الى مرحله. سبحان الله الحمد لله، ربي يشافيكم ويعافيكم خير ان شاء الله. الحمد نعم. لله حياك الله. شيخ اقدر اسال سؤال؟ نعم تفضلي. شيخ انا على طول هذا الحلم يتكرر علي، احلم بالتمر، تمر حلو، وظل اكل 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 اكل، بس انا ما احس نفسي اكلته، اظل اكل بس ما احس نفسي اكلته، ولا اقعد كلش جوعانه وزردوم يستان. نعم. على طول هذا يتكرر علي يعني على الوجه، بس تمر كلش حلو رطب، واظل اكل واخذ واكل وينطوني واخذ، هذا يتكرر طيب. علي على طول. طيب اخت حليمه تصومين نافله بكثره انت؟ يعني تصومين؟ قليل. قليل؟ قليل. طيب ابشر ابشر، تسمعين الجواب ان شاء الله، حياك الله. نعم معنا اتصال. نعم نأخذ فاصل ثم نعود إليكم، فانتظرونا حياكم الله. من جديد أحبتي الأكارم، عودة بعد الفاصل مع الأخت أم رانيا. تفضل يا أم رانيا. ما شاء الله ما شاء الله، خير خير ان شاء الله، ربي يحفظه يجعله من الصالحين. هذا الرضيع يتصل ولا ام رانيا؟ تفضل يا ام رانيا. نعم تفضلوا. نعم نصينا التلفزيون وسمعينا من الجوال. نعم تفضلي حياك الله. نعم نعم. الرؤية يا أم رانيا عندك رؤية ولا سؤال؟ اي تفضلي. نعم حياك الله. انا بناتي. طون الصوت شوية يا شباب. انت وبناتش. نعم نعم. نعم الحديقة خضراء. نعم. من زوجي في الصلاة، من زوجي. نعم. لما لقيت الفطر ينبي بنفسجي. الفطر لونه بنفسجي؟ يعني اي حد جاموس. نعم.
ايه ويلا الجنب وهذا الجنب حدا علي انا عامل كتله الجنب بغزر بيك يعني الاكل اللي اعطيتك اياه والجاموس اللي اركض ورانا. عفوا يعني هو الجاموس كان لكم كان لكم بالرؤيه؟ كان بالرؤيه جاموس يعني ركض وراي. ها ركض وراك نعم. والجنب ما هبه يعني ما ركض وراي. نعم. قلت قلت لزوجي قلت لزوجي ليش هاي المده كلها انا يعني عايشه وياك وهاي الذب علي ضحك هو بالحلم ضحك. نعم. قلت بالاخير هو قال لي تبادل وقال قال حصل كان كل شيء ما حصل من صراحه من حبيبتي بالحلم. نعم. بس هو حاليا مسجون. هو مسجون؟ ايه. نعم. طيب خير ان شاء الله خير. ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله حياك الله. نعم معانا الاخت ام رانيا تفضلي. تفضلي يا ام رانيا نصينا التلفزيون. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نص التلفزيون واسمعينا من الجوال يا ام رانيا تفضلي. نعم. اي نعم اي نعم. شيخي انا حلمت لن. نعم. انا حلمت لان انا في صحراء. نعم. وياي اختي واختي متزوجه وجدتي متوفيه يعني هي بالدنيا. نعم. نعم. اي او فانا بالصحراء يعني وهاي الصحراء ابوعي بيها بس يعني غرفه واحده بنص الصحراء صايره. نعم. فاني شو ايش يعني علي يعني فجاه يعني طلع اسهد. وهذا الاسد شو قام يعني يركض وراي. نعم. وانا اركض انا شفت هاي الغرفه طبلت في هاي الغرفه ركعتين وكان هاي الغرفه يعني كامله هي بس الارض يعني القاعيه مالتها مفتوحه بها شلون العين يعني مي. نعم. يعني عين كبيره حيل ومي بيها ودائما غيرها لا يعني هيك يعني تمشي عليهم عادي قاع موجود. فمشيت عليها امشي يعني ركضت من يعني اخذت من الاسد واركض رحت خذيت في الزاويه مال هاي الغرفه. والاسد وراي هم مشى على كيفه وجاني وانا رحت نزمت من عنده رحت رجعت في الصحراء اركض. نعم. برجعت النوب هم رجع يركض وراي صادفته اختي. رادت تصير يعني توخر عني ما قدرت دفعها. نعم. عاد طبت رجعت انا من خوفي رجعت نفس الغرفه هاي بها العين قلت لك مال مي. نعم. رجعت بس هم نفس الزاويه وقفت بها هو من يعني حيل يعني شلون يعني خايف من عنده انا حيل هذا الاسد وهو يعني يريد يعني هو شلون عرفت يريد ياذيني. نعم. فلافت ما لاف شلون لافت الاولى من هيك دائما داير المي لا هو طفر منه من فوق العين هاي. نعم. عاد جدتي المتوفيه صدتني جت انا وبنتي يعني موجودين يعني واقفين بهاي الزاويه جدتي عاد صدتني عن الاسد. عاد الاسد هو قلت لك يعني طفر من فوق هاي العين. ودفع جديد وقعها بهاي العين وكان يعظم من رجلي. نعم. اي شيخ. طيب. او. نعم. انت اخت اخت ام رانيا جنابش. ممكن حلم ثاني؟ لا لا متزوجه انت عندك اولاد؟ انا منفصله وعندي بنيه. منفصله نعم. خير خير ان شاء الله ربي يصلح حالكم ان شاء الله ابشري تسمعين الاجابه ان شاء الله يا مرحبا نعم معنا اتصال نعم ام احمد تفضلي حياك الله ام احمد من الموصل يا مرحبا يا مرحبا تفضلي يا ام احمد نعم دكتور انا دائما احلم عندي قلم شنو دائما اطرح سارح يعني سارح بغنم ها عندك غنم نعم اي اطرح بغنم دائما يعني سارح بغنم بالروي خير يعني احنا فصلت الراحة لاني منفصلة يعني 40 سنة مع زلمتي وانفصلت وامتي ميتة وامي يعني البارحة واول تكرر اني احضنها واحبها. ايه هي متوفية هي متوفية زين بالواقع ام احمد انت حاليا عندكم غنم تسرحين بيها ولا ما عندكم؟ لا 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 ما عندي بس زين. دائما احلم بالغنم زين عندك اولاد الله يحفظ يحفظك يحفظ اولادك لا 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 لا, لا انا ما عندي غنم ما عندي ما مخلفه خير ان شاء الله ابشري ابشري تسمعين الجواب يا ام احمد حياك الله يا مرحبا معانا الاخت احلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا حياكم الله تفضلي شيخ انا بنتي حلمانه نعم حلمانه هي قاعده نايمة بالفراش نعم يعني نايمين ليل ونايمة بالفراش
نعم. قايمين قالت أنا جاية، قالت لها قالت هي من وين تجي تروح، قالت لها قومي تمكيجي. إيه. بس ما قامت تتمكيج أنا جاية، قالت لها قالت لها روحي على بنت خالتي شغل بنت خالتي إيه خوش مكياج روحي تمكيجي منه. نعم. إيه هي بس ما راحت راحت تدور شالها على الفراش كانت نايمة بيه، من جت ما لقت شالها، لقت الفراش ملموم وكانت كنا نايمين كانت لما يمنا. نعم. وكوم مال الملابس صاير على صفحة قاعدة عليه هذا الكوم، من قاعدة على الكوم تقول من قمت أدور بشالي حيوان جوا هذا الكوم مال الملابس. نعم. تقول من طلع الحيوان تقول شكله غريب ويخوف، شلون العفوف الجنية بتقول إلا ذي الذي المالك سريع بس هو ثقيل. نعم. هي خايفة منه، هي خايفة منه. من طالع الحيوان قالها باللي الخالتش بعد شوية وعضت يعني عضنتي أنا. نعم. اي هي قايمه تخاف ان انا جايه قايمه اضرب بي، جايه بالسكينه ذا اذبحها اضربها بالسكينه، هي قالت لي قالت لي هاي السكينه سوات البيت شلون تقتلينه بيها؟ نعم. انا ذابحته وطالع دم قالت لها لا تخافين. نعم. بس تقول حسيت انا مشيت حسيت الذيل مالته بعده وراي. نعم. هاي شيخة. زين بالنسبه لبنتك يا اخت احلام، بنتك هذه عزباء ولا متزوجه؟ لا والله عزباء. عزباء. اكو يعني فد مشروع زواج بفتره الرؤيه كان اكو احد متقدم لها وبعدين انسحب او ترك موضوع الزواج؟ والله هي عليها مشاكل يعني رادوها جماعه ما انطيناها، وكل ما تجي مشيه مثلا هم يخربونه وشي قاصين مشروع مال الزواج ويخرب. زين دول جماعه من اقاربكم يعني رادوها وما وافقتوا عليهم؟ اي هم يعني هم كانوا يخربون وبعدين ورا ما تزوج ابنهم هم قامت يعني الشغله مثلا تجي ما تصير يطلع منها عذر، لو احنا ما نقبل لو مثل هم ذولاك يبطلون. خير خير ان شاء الله، الله ييسر ان شاء الله. تسمعين الاجابه ان شاء الله، حياك الله، يا مرحبا. يا مرحبا، نعم. معنا اتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخي الحبيب، يا مرحبا. بارك فيك، حياك الله شيخنا الكريم، انا رائد ابو احمد. رائد ابو احمد، حياك الله، شرفنا، تفضل. بارك فيك. شيخنا الكريم، حلمت اشتريت شرف صغير ابيض. اجلك الله، نعم. اي نعم اجلك الله. نعم. هذا هو يعني الحلم فقط يعني. زين مجال عملك اخي الحبيب؟ موظف، انا موظف حكومي. موظف حكومي. يعني مو سلك. نعم. امني. العفو. مو يعني مسلك امني او شيء، موظف وظيفه مدنيه؟ لا لا نعم نعم موظف مدني نعم. مدني. زين اجلك الله. نعم. الكلب بالرؤيه كان يعني كلب زينه يعني او كلب حراسه؟ هو يعني هو كلب صغير اليف يعني مو كلب شرس صغير. يعني اجلك الله جرو صغير. ايه معلوم معلوم، خير خير. نعم. ان شاء الله. ابشر اخي الحبيب، ابشر. تسمع الجواب ان شاء الله ابو احمد، حياك الله. بارك. يا مرحبا، حياكم الله، نعم. معنا اتصال. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله، يا مرحبا. اسمك الكريم عفوا؟ نور من الانبار. اخت نور تفضلي، حياك الله، نعم. الشيخه قبل كم يوم حلمت بالحلم يعني لان امي جات تبيش داكين مثل نفنوف احمر بابيض. نعم. وقالت تعالي كنا نعطيهن النور. نعم. وطتني اياها ثلاثين وخلت واحد لها واحد لي. واحد إلها واحد إليش؟ اي احمر بالحزام. نعم. اي ها هي. اخت نور ما متزوجه انت؟ لا لا. زين تدرسين؟ شلون؟ يعني بالمدرسه بعد طالبه ثانويه جامعيه ولا ربة بيت؟ لا لا ربة بيت. عزبة ربة بيت. الوالد على قيد الحياه؟ نعم. نعم، خير ان شاء الله. ابشر ابشر. شكرا. نعم. حياكم الله، يا مرحبا. حياكم الله، نعم. معنا اتصال؟ أخ محمد؟ أحمد، أحمد العبيدي. الأخ أحمد العبيدي، حياك الله والنعم، تفضل أخ حبيبي. الله يسلمك. نعم. أنا بالنسبة. نعم، حياك الله. أنا بالنسبة لي دائما أحلم. نعم. قاعة القرآن ما أقدر أجاوب بها. والأسئلة مو واضحة يعني ما أعرف كيف أكتب. نعم. وأحلم نعم صوت صار مو واضح اخ احمد. الو تسمعني زين؟ اي هسه صوتك اوضح. اي قلت الاسئله مو واضحه وبعد ايش؟
ما اقدر اجاوب بالامتحان دائما هاي الجاهلم. اخي احمد الله يحفظك ان شاء الله ويصلحنا ويصلحك، يعني بشكل عام التزامك الديني جيد؟ والله يا شيخ يعني قبل التزام الديني فول هسه لا هسه ضعيف مو؟ اي بس اخاف الله يعني اكو اشياء اخاف اتجنبها. الحمد لله ربي يحفظك، يعني مثلا الصلاه بشكل عام صلاه الفجر تقدر تصليها بوقتها يعني ولا ما جاي تصليها بوقتها؟ لا والله ما جاي اصليها. قران يعني فترات المحن خاف ابو معقول اصلي. لان عندي مخافه الله وعارف الدين زين يعني. الحمد لله. بس عندي كسل قوي. ربي يحفظك. هذا الشيء اللي يصير بي. الله يعينك ان شاء الله على نفسك وترجع احسن من قبل ان شاء الله. ابشر ابشر اخي الحبيب، تسمع الاجابه ان شاء الله خير ان شاء الله، حياك الله. يا مرحبا. نعم معنا اتصال. نعم السلام عليكم شيخنا. ام عبد الله تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. الله يسلمك. احنا عندي رؤيه بنت اختي بتفتح نعم. حلمه اطفالها اللي هو اخويا. بنت حلمه كبيره انه هو الحقيقه هو مطلق، يعني طلق زوجته قبل شهر هيك شهرين. نعم. فحلمه كبيره تقول احنا هسه يعني ممشيله على واحد بس بعد هو ما شافها ما صار يعني بينهم نصيب. نعم. اي فهي تقول حلمت بيه انه يعني قاعد يما هاي البنيه اللي احنا هسه مشينا عليها لابسه عباءه سوداء، يعني عبايه سوداء نعم. تقول لابسه قاعده تصفر. اي فاحنا بدنا نتقدم لها، فهي حلمت هذا الحلم احنا خفنا يعني. فيعني ما اعرف شو تفسيره. يعني هي قاعده يما ولابسه عبايه سوداء؟ اي يقول هي البنيه نفسها قاعده يما بصف اخويا ولابسه عبايه سوداء. اي تقول لابسه عبايه سوداء وقاعده تصفر. زين ام عبد الله، هاي البنيه اللي تقدم لها هو هي يعني ارمله مطلقه لو بنت؟ لا لا هي بنيه، لا عزباء بنيه. بنيه، احد مات من اقاربها قبل ما تتقدموا لها؟ والله ما نعرف، احنا يعني تقدمنا لها الفتره هاي بس ما نعرف يعني احد مات من اقاربها او احد منا يعني ما نعرف. جيد، ابشر ابشر ان شاء الله، خير ان شاء الله. تسمعين الاجابه، حياك الله يا ام عبد الله، يا مرحبا، يا مرحبا، حياكم الله. نعم. نكتفي بهذا القدر، صار عندنا 10 رؤى. نعم نكتفي بهذا القدر، نأخذ فاصل ثم نعود للتفسير، فانتظرونا حياكم الله. حياكم الله من جديد احبتي الكرام. كان معنا مجموعه من الرؤى نبدا بتفسيرها وتعبيرها مستعينين بالله عز وجل، ونبداها بالاخت فاطمه. ذكرت انها رات في الرؤيا ان عمتها استخارت، ان عمتها استخارت ام زوجها يعني بخصوص امراه اتهمتها بالسحر والشعوذه، فتقول صليت استخاره فرأت في الرؤيا أنها دخلت إلى بيت، كان هذا البيت عبارة عن بناء قديم يعني وكانوا في هياكل عظمية، توجهوا باتجاهها، كانوا يريدون أن يؤذوها ويريدون أن ينتقموا منها، ثم بعد ذلك قالوا لها يعني اتركينا بحالنا، يعني نحن لا نؤذيك لكن أنت أيضا اتركينا. نعم، فالله أعلم. بالنسبة يا أختنا فاطمة، يعني الرؤيا قد يكون فيها ما يخص الواقع الذي تكلمت عنه بخصوص العمة والدة الزوج، لكن نحن دائما نقول الأخوة يعني أحيانا بعض الأخوة يتصلون يعني البرنامج أو حتى من خلال وسائل التواصل أو للجوال، يعني يعلقون قرارات مصيرية على قضية الرؤية، والرؤية يا أخواني يستأنس بها، لكن هي ليست بأولى مثلا من نص شرعي. مثلا أنا أريد أطلق أو لا أطلق، أتزوج لا أتزوج، أسكن في هذا البيت أو لا أسكن في هذا البيت، أعمل في هذه الحرفة أو الوظيفة أو كذا أو لا أعمل فيها. أنا أستشير، أستخير، أستقرأ الواقع، أستشرف الواقع ومستقبل هذا العمل، وإذا جاءت الرؤية مع الاستخارة ومع الاستشارة ومع دراسة المستفيضة للواقع مطمئنة خلاص أقدم، وإذا جاءت الاستشارة والاستخارة والدراسة للواقع يعني تدعو للقلق وتدعو للإحجام، وجاءت الرؤية أيضا تدعو للإحجام خلاص يعني نور على نور، زيادة خير، أنا أنسحب من هذا الموضوع. لكن لا تعول على الرؤية فقط، على العموم. فهي بما أنه هي يعني تشعر نفسها أنها مظلومة، أنها مظلومة في قضية الاتهام بالسحر، يعني اتهمت بالسحر ورأت هذه الرؤية، فقد يكون في هذه الرؤية ما يشير إلى العداوة
وقد يعني تشير هذه أو هؤلاء الأشخاص الذين تتبعوها يعني أنهم يريدون أذيتها، سواء كانوا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا باختصار، الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني الله تكفل بنصرة المظلوم. إذا قال العبد حسبي الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فحتى تطمئنين أنه لن ينالك أي أذى ولا أي سوء، لا من الإنس ولا من الجن. احتسبي أمرك عند الله وتوكلي على الله وفوضي أمرك إلى الله واطمئني، الله يكفيك والله يحميك والله يهديك والله يقيك إن شاء الله كل شر. تمام يا أختنا فاطمة؟ هذا هو المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الله عز وجل يقول للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإحنا إذا كل واحد مثلا يتهمنا بشيء ويتكلم علينا بشيء، نقعد اليوم ندافع عن أنفسنا، ربما المسألة تطول. لكن أحسن شيء نوكل رب العالمين، هو يكفينا شر يعني أعين الإنس وشر أنفس الجان وشر شياطين الإنس وشياطين الجن إن شاء الله. الأخت حليمة تقول أن ابنتها، أنها رأت يعني ابنتها في الرؤيا كأنها تقص شعرها، جهة من الشعر تقصها والأخرى لا تقصها، وهي صغيرة في العمر، وأيضا كأنها كانت تضحك. طبعا هو يعني بالنسبة للشعر وقص الشعر يعني حقيقة له دلالات كثيرة، قد يقترن بما يدل على المصيبة فتكون دلالته على المصيبة، لكن هو من أعمال الجاهلية التي حرمها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات. ومن النياحة المحرمة أن المرأة تقص شعرها وتشق ثوبها أو تلطم وجهها أو ما إلى ذلك. لكن أحيانا قص الشعر لا يقترن بما يدل على المصيبة، كان اقترن مثلا بالضحك أو التبسم أو الارتياح أو غير ذلك، فيعني لا يدل على شيء سلبي، إن شاء الله يدل على خير. الشعر أحيانا يدل على الشعور أو يدل على المشاعر أو يدل على الأحاسيس، فإذا طال الشعر كأنه يدل على مشاعر وحاسيس إيجابية تتنامى وتتزايد تجاه شخص معين، تجاه الأم، تجاه الأب، تجاه الزوج، الزوجة إلى آخره. وأحيانا يعني قصه يعني قد يدل على انقطاع، إما أنه كانت علاقة قائمة وانقطعت، أو كانت هنالك مشاعر وأحاسيس تجاه جهة معينة فأصبح فيها فتور وأصبح فيها ركود وأصبح فيها انقطاع، لكن ما زالت المشاعر والأحاسيس قائمة مع جهات أخرى. مثلا أحيانا يصير فتور بالعلاقة بين الأب وأولاده، بين الأم وأولادها، بين الأولاد وأبوهم، أو حتى بين الزوج وزوجته، أو الزوجة وزوجها، أو الأخت وأختها إلى آخره. لكن إن شاء الله خير، دائما نخلي علاقاتنا وتواصلنا مع الآخرين مبني على ما يرضي الله عز وجل، فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فإذا كانت علاقاتنا وأخواتنا صداقاتنا محبتنا لله، عند ذلك ننعم بها في الدنيا وننعم بها في الآخرة. وإذا كانت لغير الله عشنا كدرها وهمها وغمها وقلقها في الدنيا، وعشنا أيضا ثمراتها الخبيثة في الآخرة. فأفضل شيء الأمر يكون لله، فما كان لله كما قلنا دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. رؤية الثانية اللي تخصك يا أختنا حليمة أنها كانت مريضة يعني مرض شديد، فرأت في الرؤيا كأنه بحيرة كانت جميلة تنزل منها شهب كأنها من السماء، وهي تنظر إليها نائمة على سرير، فتنظر إلى الشهب كأنها تتحول إلى إنسان يلبس ملابس بيضاء له لحية بيضاء، ثم يعني يتلاشى شكله شيئا فشيئا. أقول يعني إن شاء الله خير. هو أحيانا يعني نزول الشهب يعني أحيانا فيه دلالات على يعني حفظ الله عز وجل للسماء، كما ذكر أن السماء يعني الله عز وجل حفظها بالملائكة الذين يحرسونها من الشياطين ومن استراق السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فأحيانا تدل على الرصد الإلهي الذي سخره الله عز وجل ضد الشياطين، فتكون دلالاته إيجابية، يعني أن الله عز وجل كما يحرس السماء سبحانه وتعالى يحرس الأرض، وكما يحرس الأرض والسماء فهو قيوم السماوات والأرض يحرس العبد. فينبغي أن يطمئن أنه لاذ بركن الله الذي لا يضام، واستعاذ بالله عز وجل الذي يعيذ عبده ويجير عبده ويحفظ عبده. أحيانا لها يعني أيضا دلالات أخرى، لكن على العموم
كون هذه الشهب تنزل ثم تتحول إلى هذه الهيئات الحسنة التي كانت تسرك، وكونك أيضا في مكان فيه خضرة وفيه ماء، إن شاء الله يعني هو فيه إشارات على النعيم أو التنعم بشكل عام، وفيه إشارة إلى العافية إن شاء الله. يعني النوم على السرير أو الاتكاء على الأرائك يدل على السكينة، يدل على الاطمئنان، فكأنها كانت بشارات بالشفاء إن شاء الله بعد هذا المرض. وكذلك حتى يعني المريض هو محط نزول الرحمات ومحط نزول الملائكة، خصوصا إذا كان من الصابرين، من المؤمنين، من المحتسبين. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يقول: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ يقول: مرض عبدي فلان ولو أنك عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. وهذا طبعا ثابت، يعني أن الملائكة يتنزلون، يعني يشهدون هذه المجالس، مجالس عيادة المريض كما ورد في كثير من الآثار. فإن شاء الله يا أختنا يعني حليمة إن شاء الله يدل على خير. أما أكل التمر تأكلين منه كثيرا ثم لا تشعرين أنك أكلتي، يعني قلنا أحيانا الإنسان يشتهي شيء لكنه لا يأكله، كما في حال كونه صائم. فسألتش يعني أنت الصومين يعني بكثرة نافلة، قلت لا. أحيانا يدل يعني على أن الإنسان يتمنى أمور لكن قد لا ينال كل ما يتمناه، يعني قد لا ينال كل ما يتمناه. لكن على العموم التمر إذا تحقق أكله فهو يدل على رزق طيب. الله عز وجل قال في حق مريم عليه السلام، قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وقال عن النخيل، قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. فإذا هو رزق إن شاء الله طيب مبارك يقدره الله لك يا أختنا الكريمة الأخت حليمة. نعم. الأخت رحاب تقول يعني رأت كأنها مع بناتها في حديقة خضراء جميلة تجمع الفطر، كأنه كان لونه قريب من البنفسجي، ثم بعد ذلك كأنه يعني هجم عليها أجلكم حيوان الجاموس، وكان أيضا معه كلب لكن لم يؤذيها، وكانت تعاتب زوجها يعني لماذا هكذا أو لماذا تفعل هكذا، كان هو يضحك، وهي كانت تقول له يعني أنا ما حصلت منك شيء أو كذا، ايش حصلت من يمك، علما أنه مسجون، علما أنه مسجون. فأقول أختي الكريمة يعني الله تعالى أعلم، يعني هو أحيانا هذه الحيوانات تدل على طباع، مثل ما تكلم ابن الجوزي رحمه الله يعني هو أو ابن القيم أو غيره ذكروا أن هنالك طباع كثيرة موجودة في الحيوانات موجودة عند بعض الناس، سواء كانت يعني طباع يعني طباع مثلا إيجابية أو حتى كانت سلبية، يعني مثل بعض الحيوانات فيها الغدر، فيها الخيانة عافاكم الله أجلكم الله، فيها الدياثة أن لا تغاروا على إناثها، وهنالك العكس منها. مثلا هنالك حيوانات مثلا تغار على إناثها، حيوانات مثلا عندها طبع مثلا الوفاء أو الدفاع أو الشجاعة أو الشراسة إلى آخره، فلها دلالات. لكن على العموم أنت وبناتك كنتم في حديقة خضراء، إن شاء الله هذا خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فإن شاء الله يعني هي تدل على يعني العبادات والطاعات التي تؤدونها لله، مثل قراءة القرآن، الذكر، الصلاة وغيرها، وأيضا تدل على خضرة الدنيا ونعيم الدنيا. وهذا الفطر الذي تجمعونه إن شاء الله يعني هو يعني من تفرعات الأرزاق التي يقدرها الله عز وجل، كما هو الحال بالنسبة للمن والسلوى، أو مثل الكمأ، كمأ من المن وماءها شفاء للعين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله هو يدل على رزق. لكن هذا الحيوان أو الحيوانين اللذان هجما عليك أجلكم الله، اللي هما الجاموس والكلب، كل يدل على طباع معينة قد يدل على صعوبات الحياة ومعاناتها اللي تعانينها أنت بسبب غياب زوجك وهو بالسجن، وترين في ضحكه كأنه هو يعني لا يبالي بمعاناتك أو كذا، لا، يعني هو في معاناتي، نسأل الله أن يفرج عنه إن شاء الله فرجا عاجلا قريبا. وانت تحملت الآن يا أخت رحاب مسؤولية أم وأيضا مسؤولية أب، أو مسؤولية الزوج ومسؤولية الزوجة تجاه أولادك وتجاه بيتك، وانت صابرة، ونسأل الله عز وجل أنه يعظم أجرك وأنه يحفظك ويحفظ عائلتك ويحفظ زوجك إن شاء الله في أنفسكم، في أعراضكم، في أموالكم، وفي دينكم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. أم رانية تقول: رأت كأنها في صحراء مع أختها وجدتها الميتة، لم يكن في تلك الصحراء سوى غرفة واحدة، بعد ذلك كأنه هجم عليها أسد، كانت خائفة منه وتركض وهو يركض وراءها، ثم دخلت إلى الغرفة كأنه كان فيها عين ماء، بعد ذلك خرجت وعادت إلى نفس الغرفة، كانت أختها تحاول يعني تخليصها من هذا الأسد، لم تستطع. أيضا حاولت جدتها أن تخلصها من ذلك الأسد لكنه دفعه،
جدتها، ثم كأنه عضها من رجلها، علما أنها منفصلة وعندها بنت، وعندها بنت. يعني هو هذه يعني كما قلنا قبل قليل دلالة الحيوانات، أجلكم الله، كل حيوان له دلالة. أحيانا مثلا يعني صغار الطيور تدل على الذرية، كبار الطيور تدل أحيانا على الأزواج، أحيانا إناثها تدل على الزوجات، وكل حسب طبعه وحسب اسمه وحسب رسمه وحسب يعني محتوى الرؤية. أيضا بقية الحيوانات أجلكم الله يعني لها دلالات، أحيانا تدل على الملوك، تدل على الأمراء، أحيانا تدل على الأعداء، تدل على أهل الغدر، تدل على أهل النفاق، حسب أجلكم الله الحيوان. لكن على العموم يعني كأن الأخت يعني أم رانية يعني كانت في صحراء، ثم بعد ذلك وجدت ملاذا آمنا هو الغرفة. الإنسان في صراعات يا أختنا أم رانية، إما أن يكون صراعه مع نفسه، والله عز وجل يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيسعى في تزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويكون صراعه أحيانا مع الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فينبغي كما أنه أعلن عداوته لنا أن نعلن عداوتنا له ونجاهده، ولا نرضيه فيما يريد منا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يسعى في غوايتنا، في ضلالنا، في معاصينا، في الوقوع في الفواحش والمنكرات، فينبغي أن نجاهده وأن نحاربه وأن نطيع الله ونعصي الشيطان. وأحيانا يكون صراعنا مع شياطين الإنس أو شياطين الجن. شياطين الإنس مثل جار سوء، مثل فرد من أفراد الأسرة من أهل السوء، أو أحد من الأقارب والأرحام من أهل السوء، أو أحد من عموم الناس يسعى في أذيتنا، إما في أنفسنا أو في أموالنا أو في أعراضنا أو في غير ذلك. فينبغي أن نكون حذرين، نستعين بالله عز وجل ونتوكل على الله ونفوض أمرنا إلى الله، ونكون نبيهين وحذرين حتى لا نكون فريسة لغواية وإضلال الشيطان، أو لغواية شياطين الإنس الذين يسعون في أن يؤذوننا، سواء كان في أنفسنا أو في أموالنا أو في أعراضنا. ونسأل الله إن شاء الله يا أختنا أم رانية أن يحفظك وأن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات في أنفسهم وفي دينهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي ذرياتهم إن شاء الله. أيضا أحيانا يعني كون الإنسان يطارد من قبل شيء مجهول أو معلوم، قد يكون هو صراعه مع ذنبه، أنه وقع في ذنب، وقع فريسة الذنب، فهو مطالب أن يبادر إلى الاستغفار وإلى التوبة وإلى التخلص من ذلك الذنب. والله يريد أن يتوب عليكم، الله عز وجل يقول، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان بسبب ضعفه أحيانا يستجيب لنفسه الأمارة بالسوء، أحيانا يستجيب لشيطانه، أحيانا يستجيب لصحبة السوء، لكن بعد ذلك يصعد عند مستوى الإيمان الروحانية العمل الصالح، فيبدأ يراجع حساباته فيستغفر الله من ذنوبه ويتوب إلى الله عز وجل من معاصيه. عند ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. محمد من الموصل تقول أرى في الرؤيا دائما أن عندي غنم وأنا أسرح بها، علما أنها منفصلة عن زوجها منذ فترة طويلة، وأيضا ليس عندها أولاد، وبالواقع هي أصلا يعني ليس عندها غنم. أقول يا أختنا محمد، الغنم إن شاء الله تدل على الغنم وتدل على الغنيمة، يعني أن الإنسان يغنم خيرا، سواء كان هذا الخير في دينه أو في دنياه أو في أخرى. مثل في دنياه يغنم مالا أو يغنم أولادا أو يغنم زوجا أو يغنم وظيفة، أحيانا في أمور دينه أنه يغنم غنائم كثيرة، يغنم صلاته التي يحافظ عليها، قراءته للقرآن، ذكره للرحمن، صبره، شكره، ذكره، تفكره، تدبره إلى آخره، هذا كله غنائم إن شاء الله. وأحيانا يغنم غنائم أخروية كالجنة، كجوار الله عز وجل، كالنظر إلى وجه الله الكريم، كمجاورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعموم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإن شاء الله يعني تنالين خيرا وتغنمين خيرا في دينك ودنياك وأخراك يا أختنا أم أحمد من الموصل، والله أعلم. الأخت أحلام تقول أن ابنتها رأت في الرؤيا أنها في فراشها نائمة في البيت، ثم بعد ذلك يعني قالت لها قائلة أنه قومي وضعي المكياج، ثم قالت ابنة خالك عندها مكياج جيد خذي منه، ثم لما ذهبت لوضع المكياج لم تجد يعني حجابها الذي تضعه على رأسها، والفراش كان قد قام يعني إنسان بطيه أو بجمعه، ثم وجدت ملابسا جلست عليها، فكأنها وجدت تحت هذه الملابس أجلكم الله حيوان كانت تخاف منه، ثم جاءت أمها فقتلت هذا الحيوان.
قولي يا أختنا أحلام، بالنسبة لما يخص يعني لما يخص بنتك، يعني وطبعا كما قلنا الثياب يعني الملابس بشكل عام أحيانا تدل على الدين أو على العلم أو على التقوى أو على التوبة والاستغفار، أحيانا تدل على الزوج في حق العزباء أو في حق المتزوجة إلى آخره. فقدان شيء منها قد يدل على يعني تأثر دين الإنسان أو علم الإنسان أو تقوى الإنسان، أو أنه كان متزوجة فطلقت، أو أنها كانت متزوجة فترملت أو انفصلت، يعني لها دلالات كثيرة. لكن على العموم بعض الأمهات سبب في صلاح بعض البنات، وبعض الأمهات سبب في فساد بعض البنات. يعني هي تعينها على مود الموضة، ويلبس مثل ما يلبسون الناس، وتماكيجي مثل ما تماكيجون الناس، واطلعي واختلطي وروحي وكذا. بعد ذلك تجني على ابنتها، والأولى أن تكون الأم عونا لابنتها على طاعة الله، على الحجاب، على العفة، أن تكون عفيفة، أن تكون شريفة، أن تكون نظيفة، عونا لها على طاعة الله، عونا لها على حسن التبعل لزوجها حتى تكون أم صالحة. وهكذا ينبغي أن يكون الآباء والأمهات تجاه أبنائهم وبناتهم، والأبناء والبنات تجاه أبائهم وأمهاتهم. وعموم المسلمين، المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، فمن وجدته ينصحك في أمر دينك ودنياك وأخراك هذا إنسان ناصح وإنسان صالح يستحق أن تصاحبه، ومن وجدته يغشك في أمر دينك أو في أمور دنياك أو في أمور أخراك فهذا لا يستحق أن تصاحبه. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول المولى عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فحتى نسلم على أنفسنا وعلى أعراضنا وعلى ديننا وعلى أموالنا وعلى أولادنا، ذكورا كانوا أو إناثا، صغارا كانوا أو كبارا، ينبغي أن نتقي الله في كل ذلك، نتقي الله في كل ذلك. فإذا كان يعني هي يعني قضية التزين، أحيانا يا أخت أحلام الله يحفظك، بعض الناس عندهم تصور أنه البنية إذا ما تبرجت وكشخت ولبست يعني على الموضة وعلى المودة وطلعت، يقول لك يعني هاي من راح يعرفها، يمكن ما راح تتزوج. لا لا لا، الله عز وجل يقول غير هذا الحكي، يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشيطان وأولياء الشيطان يأمروننا بالفواحش، والله لا يأمرنا بالفواحش. الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فما المراد منا؟ المراد منا أن نستعفف، فمن تمسك بمنهج العفة والاستعفاف تداركه الله بخفي الألطاف فرزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الزواج من زوجة صالحة ومن زوج صالح هذا فضل من الله، وما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته. الحلال اللي عند رب العالمين ما نحصله بالحرام، نحصله بالحلال، وما نحصله بالمعصية، نحصله بالطاعة. فالرؤية كأنه فيها إشارة أن نتمسك الحق من خلال القرآن الكريم، من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله القادم أفضل. لكن مع هذا أنت إن شاء الله قد يكون لك دور إيجابي في توجيه بنتك يعني، وفي حمايتها وفي وقايتها، على اعتبار أنه أنت بادرت إلى قتل هذا الحيوان، فكأنه إن شاء الله فيه إشارة خير، فيه إشارة خير. نسأل الله إن شاء الله يحفظك يا أخت أحلام، ويحفظ بنتك إن شاء الله، ويسر لها إن شاء الله الزواج من زوج صالح ناصح تقي نقي إن شاء الله إن شاء الله. كان معنا اتصال من الأخت أم عبد الله، بنت أخوها شافت خالها اللي هو أخوها الأم عبد الله، هو طبعا مطلق وعنده نية تقدم لبنت للزواج منها، رأت في الرؤيا أنه يجلس على مقربة منها وهي تلبس عباءة سوداء. تقول: فنحن نخاف من هذه الرؤيا. أنا أقول: يا أم عبد الله، أنتم اسألوا عن البنية، إذا أخلاقها زينة تنكح المرأة الأربع لمالها ونسبها وجمالها ودينها، فاظفر إذا بذات الدين تربت يداك. إذا عندها دين وعندها أخلاق وأمانة، وأيضا يعني أحيانا بعض الأخوة يقولون: يا أخي أنا أريد زوجة صالحة. نقول لك: كن صالحا في نفسك تصبح زوجا مثاليا، كل البنات يتمنونك. بس مو أنت أصلا ما تعرف عدد الركعات ايش قد، ولا تعرف شلون تتوضأ، ولا تصلي، ولا تقرأ قرآن، ولا عندك شيء من الصلاح، وتدور زوجة صالحة، ليش هو أنت صالح؟ وايضا بعض البنات يعني هي مقصره وتقول: ان شاء الله الله يرزقني الزوج الصالح، ان شاء الله الله يرزقك الزوج الصالح، بس انت كوني بنت صالحه حتى تكونين امنيه لكل شاب انه يتزوج منك. هذا من ناحيه. هو اذا اقتنع بدينها واخلاقها وهي اقتنعت بدينها واخلاقها، عوفوا الرؤيه يا اخت ام عبد الله، ما لكم شغل بالرؤيه. هذا الاساس طبعا، لكن الرؤيه تاتي يعني زياده خير. فالعباءه
العباءة. أنا ليش سألت مثلا هل كانت متزوجة؟ أحيانا هذه الثياب تدل على ماذا؟ تدل على الزوج السابق. قلت لا، هي غير متزوجة. قلت هل يعني في فترة الرؤية هي كانت مثلا توفى أحد من أقاربها؟ قد تكون كانت محتدة عليه، يعني في حداد عليه عفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 4 أشهر و10. فقد تكون إشارة إلى الحداد، وأحيانا لا، تكون إشارة على حال الثياب بشكل عام، تكون إشارة إلى الدين، تكون إشارة إلى التقوى، تكون إشارة إلى العلم. فليس فيها شيء يخيف الرؤية مطلقا، ليس فيها ما يخيف. لكن الأساس قبل الرؤية أنه اسألوا عن دينها وأخلاقها، ودين أخوك يا أم عبد الله أيضا وأخلاقها. إذا كانت مرضية توكل على الله، ونسأل الله إن شاء الله يتمم عليهم بخير. هذا والله تعالى أعلم. نعم، بهذا نكون قد أجبنا على رؤى هذه الحلقة. لا أعرف إن بقي متسع من وقت لاستقبال الرؤية ولا انتهى الوقت. نعم، انتهى الوقت، تمام. نعم أحبابي الأكارم، بهذا نكون قد أجبنا على رؤى هذه الحلقة. حتى نلقاكم على خير، لا تنسونا من صالح دعائكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.